اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه محمد الغامدي ونايف العنزي، هما ضيفا حلقه الليله. كابتن جاهز؟ باذن الله وجودي. يا ساتر، يقولوا للشباب 20 لقطه، كانت 12 لا بس قبل الحلقه 20. طيب يا شباب بسرعه بسرعه لا تصير 30 الحين، اعطونا اللقطه. طبعا قبل ما يبدا طبعا انا بتكلم على نقطه مهمه دائما في المباريات النهائيه، التحضير النفسي، الواقعية في التحضير، عدم شحن اللاعبين، لأن المباراة دائما المباراة الفاينل أو المباراة النهائية أو مباراة البطولة هي بحد ذاتها مشحونة، يعني أوريدي اللاعب هو دائما يكون متوتر، أنت تحتاج إلى أنك تخفف الضغط عن اللاعب. مباراة فما بالك بمباراة ديربي. يمكن هذه اللقطة لكارينيو، يعني كان تفاعله مع الجمهور كان المفروض، انا في وجهه نظري طبعا كل هذه الاراء تعتبر تمثل رايي الشخصي انا، بانه كان المفروض يكون تركيزه اكثر على المباراه، لان الجمهور اساسا في ناس جمهور يمكن ما قدروا يشوفونه في التلفزيون فما لك عاد في الملعب. فهذه اللقطه يمكن كان فيها يعني يشحن الجمهور، بالتالي هو مؤكد انه ينقل هذا الشحن الزائد الى لاعبينه والتوتر. فاذا صار اللاعب عنده يعني شحن زائد مستحيل انه يستطيع ان يقدم. اليوم يمكن انا اخترت لقطات للهلال للنصر ولقطات للهلال ولقطات للنصر ك يعني نواحي في المباراه، ونفس الشيء للهلال. يا ليت يكمل لنا. طبعا يمكن هذا نزول كارينيو بالنسبه للملعب، يعني كان يفترض المدرب يكون اكثر تركيز اكثر هدوء. القائد دائما القائد هو ينقل ما يشعر فيه الى لاعبينه، فكان يفترض انه يكون هو اكثر هدوء لكي يكون اللاعبين اكثر ويتخلصون من الشحن الزائد. دائما اللاعب يحتاج الى انك يعني توصل الى انه يقدم اداء، اما النتيجه هنا هذا السؤال اللي ياتي وقف المخرج، ليش عبد الله العنزي يمكن قدم افضل مباريات، يمكن مباراه العمر بالنسبه لعبد الله. شوف بالنسبه لهيجيتا دخوله، شوف الابتسامه اللي على هيجيتا، فيها ضحك فيها ابتسامه، ما في اي شيء يشعرك بانها مباراه او انه يجعل اللاعب يشعر بأنه أمام خصم أو أمام منافس أو مباراة بطولة، وبالتالي دخل بابتسامة. وحتى في الإحماء عملية التصوير يعني شال من اللاعب عملية أنه يعني شو عملية التصوير؟ هيجيتا جالس يصور عبد الله العنزي وهو يسخن، يعني حاجة يمكن مقصودة غير مقصودة، المهم كان لها دور كبير في إزالة الشحن النفسي اللي كان عليه عبد الله العنزي. بس كابتن نايف اسمح لي، يعني موضوع الأثر السلبي أنا ما لاحظت كارينو، بالعكس كان بتشوف بلاعبين كان النصر. يدفع ويدعم الجمهور، وهذه أنا أعتقد أنها أثر إيجابي أنه يشحذ همم الجمهور بس هو يقول لك القائد يأثر على إذا كان أنت قائد. بس هذه مي أول مرة ترى كارينو يحضر، دائما في كل المباريات قبل المباراه يدخل الملعب أوكي. ويشجع اوكي. طبعا هي انا قلت لك هذه وجهه نظري طبعا طبعا ايه. تحترم يا ايه. كابتن نايف طبعا يمكن هيجيتها اعطى والله قاعد يصور اي عبد الله العنزي ايه صحيح. هنا ناظر شوف الشد او بالنسبه للاعبين نادي النصر في شحن زائد الان بتشوفها على عكس بالنسبه للاعبين الهلال. شوف ابراهيم غالب، طبعا انا اقول الكلام هذا وانا مؤمن ايمان كامل بان اللاعب في مثل هالمباريات انت تبحث عن انه يقدم مستوى دون ما يكون عليه ضغط في تحقيق البطوله او في الفوز، لان الفوز دائما هذا بيد رب العالمين، المستوى بيد اللاعب، انه يقدم اداء هذا بيد اللاعب، لكن ان تطالب بالفوز تحقيق بطوله احيانا قد تقدم وتكون مبدع طوال 90 دقيقه وتخسر في نهايه المطاف، فالنتيجه لا تعطي دائما بعكس الاداء. طبعا هذه انا قراءتي الشخصيه. طبعا الان بننتقل اللي بعدها لنادي الهلال وتشوف الفرق ما بين الاثنين. طبعا هنا يمكن دخول عبد الله السديري، طبعا الاحماء جزء مهم من المباراه بل هو الجزء الاهم في المباراه. التحضير النفسي دائما يعطيك يعكس لك حاله الفريق النفسيه بالنسبه للاعبين. طبعا هنا يمكن السديري وفهد الشمري النزول يعني ارتياح كبير. هنا شوف اللقطات، شوف النصر كيف نزل وشوف نادي الهلال كيف نزل، شوف الشلهوب، شوف ياسر الشهراني، محمد مسعد، اوزيا، يعني تشعر بان الفريق يعني من حتى مصافحتهم او السلام بالنسبه لهم. يمكن الشلهوب هذه لقطه معبره بانه ايضا قائد. الناس اللي يقول محمد الشلهوب ما هو قائد او ما عنده صفه القياده، يمكن الان بعد ما ينزل بتشوف كيف يخم زملائه. اصبح اللاعبين هم من يتحدثون فيما بينهم بدون اي مدرب بدون اي اداري بدون اي شيء. هنا نواف العابد ومحمد الشلهوب، اصبح الشلهوب يدور عليهم قبل الاحماء. طبعا هذه تعكس الحاله النفسيه بالنسبة للاعبين ومقدرتهم على الأداء.
طبعا هذه الأشياء ربما يمكن البعض يقلل منها، أنا في وجهة نظري هي مهمة إلى درجة لا يتخيلها. أنا طبعا حسب ما درست وحسب ما تعلمت الإحماء ما قبل المباراة، شوف بالنسبة للشلهوب السلام، يعني ما في أي توتر هنا. أوزية وياسر الشهراني طبعا في ابتسامة، في ارتياح حتى في شوف الشلهوب نجم المباراة شوف كيف ابتسامته، عبد الله العنزي نجم المباراة شوف كيف الابتسامة ما قبل المباراة. طبعا الى ان يدخلون اللاعبين، طبعا هذا يمكن ملخص للحاله النفسيه قبل المباراه. طبعا هنا السنترا او بدايه اللعبه طبعا بتشوف طبعا اهم يا ليت يوقف المخرج، اهم لقطه في بدايه المباراه في المباراه اللي فيها جمهور، احيانا بعض المدربين ياخذون بدايه السنترا او بدايه ضربه البدايه لمصلحه فريق لكي الكره تمر على اكثر من لاعب فيشيل التوتر، والدليل بتشوفون مع عبد الله العنزي في اول لقطه اللي طلعها اصبح في اللقطه الثانيه تفوق فيها. فكان يفترض هذه بدل ما تلعب كره طويله ان تمرر الكره على اللاعب، تمرر بيحاول قد ما يقدر اي لاعب لاعبين ثلاثه اربعه خمسه لاعبين بحيث انهم يدورون الكره يشيلون الضغط التوتر دائما. زيدان طبعا يتكلم على ان دائما انا اصل الى يمكن ما وصلت الى 10 دقائق الا في اخر مراحل عمري الى ان وصلت الى 5 دقائق في بدايه المباراه. ف بداية المباراة بالنسبة للاعب حمل ثقيل، يعني حتى يستنزف منك التركيز ويفقدك، يا تكون مركز وعايش جو اللعب في المباراة أو تطلع. طبعا هذه اللقطة بالنسبة لعبد الله العنزي، عشان لما نتكلم عن شيء حالة نفسية أو الثقة أو اللمسة الأولى أهميتها. طبعا هذه اللقطة اللي كانت ضربة ركنية وزي يمكن أبدع فيها عبد الله العنزي، أعطته جو المباراة. طبعا هو التأهية في الإحماء برضه كان فيه تركيز عالي بالنسبه له. هجيته اثر على عبد الله؟ اكيد اكيد له دور كبير، يا اخي داخل هو وياه يضحك. لا اقصد على فنية. مستوى الموسم اكيد، يعني مستوى عبد الله العنزي الموسم هذا ما حد يختلف على مستواه. طبعا بعد هذه من نفس الضربه اللي انقذها عبد الله العنزي الا واحد يا نايف اختلف عليه، مدرب حراس المنتخب. طبعا ما ودنا طبعا اللقطه اللي بعد هذه شوف عبد الله العنزي يطلع في الضربه الركنيه لحد وين، اللي بعدها يا ليت اللي بعدها هنا نفس الضربه، شوف عبد الله طلع الى فوق خط الستة بنفس يعني هذه اللقطة اللي بعد اللقطة اللي طلعها. طبعا ايش الدليل؟ دليل على ثقته في نفسه، دليل انه عاش جو اللعب، دليل ان عنده يعني التركيز العالي والثقة في انه يستطيع ان يطلع. طبعا هذه اللقطات يمكن لو محمد دعيع موجود يمكن يفيدنا اكثر فيها، تحتاج الى ان اللاعب فعلا ياخذ الثقة في حتى في الطلوع، قرار الخروج ما هو شيء سهل بالنسبة للاعب. هذه عبرت من بداية المباراة انه عبد الله العنزي دخل جو المباراة. عبد الله العنزي داخل بارتياح، داخل كأنها تمرين او كان المباراة تمرين. نشوف اللي بعدها. طبعا اعتماد يمكن الكرات الطولية بالنسبة للنصر، هنا يمكن من الاشياء اللي انا ارى كارينيو ما احسن بوجهة نظري وضع ابراهيم غالب كوسط ايسر. يعني طوال المباريات يضعه محور وحسني هو اللي يكون على الطرف، يمكن بدا المباراه بين ابراهيم غالب كان على الوسط الايسر، هذه وجهه نظري. طبعا اللقطه اللي بعدها طبعا هنا سرعه طبعا هنا المسانده، هنا خالد الزيلعي قدم مباراه كبيره بصراحه. شوف كم لاعب هنا رمي التماس للنصر، كم لاعب في من الهلال وكم لاعب ما يوجد الا السهلاوي، عمليه يعني التواجد، عمليه الكثافه العددية في الناحيه الهجوميه كانت غير موجوده، رغم انها رمي التماس. ترى احيانا لقطه ولا لقطتين تعطيك واقع المباراه. خطه الهلال وتوزيع اللاعبين في هالمباراه مشابهه للهلال في الدور الاول مع كومبوري، نفس الطريقه نفس الانتشار، كانوا ضغط عالي في وسط الملعب لا يعطون مجال للنصر، على عكس النصر كان ما يستطيع ان يضغط على لاعبين الهلال ولا يتخلص في المواقف الفرديه. طبعا اللقطه اللي بعدها طبعا يمكن هذه من الاشياء اللي شوف الضغط الكره الثانيه التمرير هنا دائما المسانده من سواء من ياسر او من وسلي، تناقل الكره عدم الضغط بالنسبه للاعبين النصر يمكن الكره تنتقل، اصبح يعني هذا الاسلوب كان ميزه للنصر انه ينقل اكثر من كره. هنا التصويبه اللي انقذها عبد الله العنزي وانقذ برضه في القدم، شوف حاله يمكن ارجع للقطه الاولى لكن ما ابغى اكرر نفس الكلام، لكن شوف الثقه في عمليه نقل الكره بالنسبه للاعبين الهلال، عمليه التغيير، المسانده، الضغط في استخلاص الكره. الناحيه الهجوميه فيها يعني ثقه في 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 الاداء. طبعا النصر كان في السابق يمكن يميز انه ينقل بوجود يمكن في وسط الملعب ينقل كثير، ف
في المباراة هذه أصبح يعتمد على الكرات اللي دائما مرسله للسهلاوي أو مرسله الباستوس. طبعا وجود باستوس دائما في المقدمة ربما تكون هي يعني تكتيك مدرب. هنا ضربة ما أو كرة من عبد الله العنزي كرة طويلة. كيفية التنظيم الدفاعي بالنسبة للهلال؟ دائما يمكن تجد في مساحات ضيقة أغلب اللاعبين يعني سواء بالوسط الأيسر يبتدي الشلهوب أو بالوسط الأيمن من جهة ياسر أو بالمحورين بمحور الارتكاز سواء الفرج أو القردي. الضغط أو عدم إعطاء المساحة يمكن دائما المسافات قريبة ما بين اللاعبين الوسط، الضغط في وسط الملعب، عدم إعطاء الحرية بأن اللاعبين أو لاعبي النصر يستطيعون أنهم يعني يمررون إلى أن تكون الكرة يعني في أي وضعية. شوف دائما زيادة عددية 4-2 تنقطع الكرة وسط الملعب، منطقة عمليات ومنطقة مناورة بالنسبة كان مسيطر عليها الفريق الهلال، كان مسيطر عليها واحد ضد واحد يأخذها الهلال. هذا لو كان واحد ضد واحد، كان واحد ضد اثنين وثلاثة في المباراة. أي نعم، وأربعة ضد واحد تصل في بعض الكور. أي طبعا هذه يمكن الشوط الثاني بالنسبة للنصر كرة طويلة نفس الشيء. الكرة الثانية أو الكرة الثانية دائما إذا ضغط النصر، شوف هنا كم لاعب، 3-6-9-8 لاعبين، الثقة في التسليم في الاستلام في الدوران في تغيير الاتجاه. يمكن الشلهوب هنا يعني قدم مباراة بشكل كبير جدا، ثقة في التوزيع في الدوران في تغيير الاتجاه، يعطي رتم للفريق، يخفض رتم الفريق، يعطي حلول حينما تكون الكرة يعني في أحوج أو في أمس الحاجة إلى أن اللاعب يعطي قرار فردي أو يأخذ قرار فردي في تغيير يمكن اتجاه اللعب. يمكن شوف اللقطة 2-1 هنا دوران الشلهوب 3 تخلص، خلق فرصة جديدة. طبعا هذه لقطة لكن في عشرات اللقطات أي عشرات أكثر وين عشرات يمكن طوال 90 دقيقة للشلهوب بنفس اللقطة هذه اللي هي دائما تحريك الكرة، تحريك الكرة، تنظيم اللعب، تغيير الاتجاه، الدوران، إعطاء الحل الفردي زيادة. طبعا اللقطة اللي بعدها طبعا يمكن هنا عملية اللمسة أو الهدف أو الانبراشة اللي دائما هذه للمدافعين. اللاعب حينما يكون مستحوذ على الكرة أكبر خطأ عملية الانزلاق على اللاعب المستحوذ على الكرة. كان بإمكان محمد حسين الجري معه خصوصا أنه على الطرف أو على زاوية يعني تعتبر بالنسبة للنواف العابد أو لأي لاعب صعب التسديد إذا كان طبعا بهذه الوضعية. طبعا ممكن التسديد والتسجيل يعني لكن نتكلم على حكم يعني غالبا عام كان يفترض على المدافعين بأنه دائما يضغط ويكمل ما يعطي اللاعب الحل. برجع أكمل معك، خلينا نروح الفاصل وبعدين نرجع فاصل قصير ثم نعود. سلطان المهوس يؤكد نائب رئيس الفيفا سعودي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. محمد الغامدي ونايف العنزي هم ضيفة حلقة الليلة. المقال بين قوسين بيتأجل بكرة بعد، نكمل معك. لا بسرعة إن شاء الله. ما هقيته والله، نشوف. يلا يا كابتن. طبعا هذه لقطات بالنسبة لسرعة التحول من الناحية، لا هذا بالنسبة للهدف اللي تسجل بالنسبة للنصر. طبعا يمكن الهلال مشكلة في الكرات العرضية تشكل له خطورة كبيرة، يمكن حتى في لقطة للسهلاوي غير الهدف. أهداف الشباب كلها كرات عرضية طبعا، وهذه ممكن يعني الفريق يحتاج إلى شغل في هذه النقطة. طيب. اللي بعدها شوف اللي بعد، صدق مقصوصة اللقطات. طبعا هنا يمكن الضغط أو سرعة التحول يمكن جهة حسين عبد الغني محمد حسين أحيانا لا يجد الفريق، شوف الضغط أو عدم إعطاء اللاعبين النصر في وسط الملعب عملية تدوير الكرة. هنا محمد حسين يلجأ إلى الكرة الطويلة وأكثر من كرة طويلة كانت في المباراة، لدرجة أن يمكن باستوس أنهك من ناحية عدد الكرات اللي كان يجري أو يعمل لها سبرنتات. طبعا هنا سرعة الارتداد ونفس الشيء، دائما تجد اللون الأزرق في كل مواقف هو أكثر عددية. يمكن هذه اللقطة برضو تبين وجود إبراهيم غالب في الوسط الأيسر. هنا عملية الميلان بالنسبة للهلال حينما يستحوذ النصر على الكرة، شوف سرعة البرس من سلطان البيشي حتى وان ارتكب فيها خطأ
لكن عدم إعطاء الفريق يعني من بداية المباراة، هذه يمكن في الدقيقة 5 من المباراة، ودائما الدقائق الأولى من المباراة تعطي اللاعب التفوق النفسي والتفوق الذهني والحضور، يمكن هذه دلالة على التركيز أو على الأسلوب اللي كان ممكن يعني يلعب فيه الهلال اللي هي سرعة البرس وخصوصا في وسط الملعب. طبعا هنا اللي بعدها إغلاق الأطراف، طبعا هنا التدوير، يعني طبعا تدوير الكرة كان للهلال متفوق بشكل كبير، يعني الدوران خلق المواقف، أحيانا يمكن اللاعب لا يجد الحل يتجاوز اللاعب، تغيير الاتجاه، الحضور بالنسبة للاعبين الهلال كان أعلى من حضور لاعبين وسط النصر في هالمباراة بالذات. اللقطة اللي بعد، طبعا هنا التنظيم الدفاعي وهذا اللي يمكن أنا تكلمت عنه في أمام الشعلة بالنسبة للهلال، كان يفترض دائما الوقوف مع الحائط أو الحيطة على أساس الفريق يعطي مجال لحارس المرمى، ويمكن في هالمباراة تتعدل كثير بالنسبة للتنظيم دفاع الهلال. اللي بعده عشان ما يزعل تركي، طبعا هنا شوف كم لاعب، يا ليت يوقف الصوت، شوف كم لاعب دائما الاطراف سواء شادي الشرحيلي او حسين عبد الغني ممنوع الاقتراب دائما اغلاق المناطق، المسانده تجد اثنين على لاعب الوسط الايسر يساند الظهير المحور يساند قلبين الدفاع يساندون، عمليه الميلان شوف المسافات تقارب الخطوط، شوف نزول البيشي، طبعا هذه تعطيك على ان التنظيم الدفاعي دائما هو من ياتي بالبطوله على عكس النواحي الهجوميه. اللي بعده طبعا هذه ضربه مرمى بالنسبه للهلال، السرعه في التحول، السرعه او الالتحامات، دائما الكره الثانيه، اللمسه الاولى، الحلول هنا الشلهوب، طبعا دائما الشلهوب، شوف الاوفر لاب او الزياده، طبعا المباراه يمكن تكلمنا في لقطه سابقه عن الشلهوب والان يمكن هذه اللقطه تعبر حتى في الواحد ضد واحد مع حسين عبد الغني، رغم انها فيها سرعه فيها سبرنت وتجاوزه، دلاله على حضوره، دلاله على الامكانيات اللي كان يعني يمتلكها الشلهوب، وما هي غريبه بصراحه يمكن على محمد الشلهوب، ما هي غريبه حتى يمكن الفتره الطويله اللي مستمر فيها كنجم في نادي الهلال. طبعا هذه من الكرات اللي برضه نتكلم عليها في الكرات العرضية، يمكن محمد السهلاوي يمكن لمسه وكاد تكون هدف قبل، يعني كانت النتيجة تعادل. طبعا الكرات العرضية أعيد وأقول بأنها بالنسبة للهلال مشكلة، ويمكن حتى بالنسبة للكرة السعودية هي أصبحت مشكلة. انتهينا أبو جد عشان بين قوسين. لا مأجل البكرة كابتن، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية، شكرا تعبينك معنا. لا بالعكس والله يا ابو جود، انتم الفرصه اللي اعطيتوني اياها يعني لا تقدر بثمن، احنا اللي فرصه ان انت تكون معنا، انا مديون لكم مش انت، يلا خلينا نقدر نمدح بعض كذا قدام اي احسن لين تروح بين قوسين. شكرا لك يا كابتن محمد، شكرا جزيلا لك. شكرا تركي والكابتن نايف، الله يعطيك العافيه. موعدنا غدا ان شاء الله 11:30 في امان الله.